كيف نلون الأزهار؟ لتلوين أزهارك بأبهى وأجمل الألوان بشكل صحي لا يؤثر على النبتة، كل ما عليك فعله هو وضع صبغة الطعام باللون الذي ترغب به في الماء، ثم ضع الزهرة. تحتاج الزهرة إلى يوم تقريبا لتكتسي باللون الجديد. هل تعلم أن هناك ورود في المكسيك تكون في الليل بيضاء وفي الفجر وردية وفي الوقت الظهيرة حمراء زاهية وعند المساء بنفسجية؟